بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. نان حلقة الواسع نكون قرن لنا التاليت إن شاء الله يكون مؤلف. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة أشياء، ثلاثة مسائل والعمل بهن. الأولى سيخوة صنعات رمنا شانهن يكون كون سيخوة صنعتها ورنقن رمنا شانهن ينغر ينات نفعوهن. لا ريا أن الله خلقنا جارقن خلقهن لنا ورزقنا سيخوة ولم يتركنا هملا بر أرسل إلينا رسلا. هنا سجي صنعتني نسيخوة صنعتني القابلون. أولا الله خلقهن، الله خلقنا عكت وهاب نرنا شانهن نيت القابين وقن جار خلقتنا جار وهاب خلقتنا دليل نيت الدوين شانهن لينر قدر رزقهن خلقهن ذنبي جار رزقهن نيرزق لدقنا كن نيرزق لجينا كن نيرزق ليا منبرتنا كن نيت القدر نور لكن سيفاري كمان اندويت من بلا منينا يعني خلقونا رزقونا كمان أنبياء انشقه قلنا رسل انشقه قلنا الناس يحوصان عطني القابي نوغن إن شاء الله انسى نيدن بك وراي يخوننا برضو فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني إن الناس يسنيدن بي ورا واجبكم الناس يحوصان عسي نانا القابي نوغن لا رئيس الله سبحانه وتعالى خلقهن ينن وهاب نسب الدنوغ الإنسان الله سبحانه وتعالى ينت خلقتنا. الله سبحانه وتعالى يق قرآن لي دليل يعني نيدرنا وبمان لي ينقر دليل هم بقمان ينسانك دليل لأخوة دليل سمعي جن. دليل لأخوة دليل عقلي جن. إن دليل سمعي واسنق أبو إن قرآن انترف إن وحي انترف أبو جن. إن دليل عقلها قال نخبهم نيز ميز نخبهم ان نخلقوا نعستر نبرة نسماوات ان شنقروا أربا كوارا ان في خد قريوا أشياء الله سبحانه وتعالى خلقوا لهم لبها قمدرا تأمر إسرا نين كمان عقلد يعني إجار خلقتك أكدنك وقلك نان دليل فرنوغن دليل سمعي معناها قرآن لدر حديث لدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الله سبحانه وتعالى نين دليل جن. هو الذي خلقكم جاربين يتخلقوا طين ثم قضى أجلا وأجلا يعني أبونا آدم خلق من الطين خلق من تراب أن أسلي نفسي. الله سبحانه وتعالى خالقنا أكد أكدك أنكو ونين قرآن نين دليل سمعي إن ونغي نتخلقه جارغي نتخلقه لينغر دليلهم بك ولقد خلقناكم ثم صورناكم. دليل بك كذلك ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الله سبحانه وتعالى يعني آية قلنا خلقناه ومن آياته أن خلقكم من تراب يعني بتيلد الله سبحانه وتعالى خلقنا بعد كده نبري انتشر نقولنا ابنا نبري نخلقه له منا من برتنا كن. خلق الإنسان من سلسال كالفخار. الله خالق كل شيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله خلقكم وما تعملون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ألا له الأمر ألا له الخلق والأمر. نين ناوك أدلة دليل كامل جن دليل ورانا جنين دليل سمعي جن دليل عقل همك الله سبحانه وتعالى إشارات نعصه جن كمان ندليل نين يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إن إنسان نين هو خلقون لني في خص ما خلقون
يعني وناصهون الدنيل وهبا خلاصهون نيل دوينا أوالك في وقت فكر أنت الله سبحانه وتعالى بديع خالق مصور متناسق ان الدنيا سقال دن نيو كلار تلاقوا الذي نعتر سقال دن ني ناوك يعني لاري سطرار ان قد قلير ان قد ما لها من فروج السماوات سقال دن عستر سقال دن وهبر الترسمتين ان جيت سقال دن وهب الدويا بكون وهب التكر سم بكون كذلك برس سقال دن ني ناوك فكر دوك الله سبحانه وتعالى خالق النعاكة كذلك الله سبحانه وتعالى رزقهن هنا من يترزقه الله سبحانه وتعالى والدليل هم بكنا برضو دليل من الكتاب والسنة ودليل العقل هم بك ودليل غريه هم بك غريه هم بكناه قرآن لدر سنة لدر رأي جار واخد النهر نعمة عقل جار واخد النهر فكرنا بو شعنهن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ورزقك نينا الله سبحانه وتعالى هو الرازق نجن رزقك نجن سواس نعصب نجن شانكس بكل ضخ نجن أرس بكل ضخ نجن نفواكيناتك بكل ضخ نجن ينا في خد لي برسق أسخ نجن ينا عافيت وانا إن خلق وسينا رزق وسينا قيسخنا الحمد لله رب العالمين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله دليل جن دليل اللي يقولهم بقول الله سبحانه وتعالى يقول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ناشي يعني ناو الله سبحانه وتعالى أكد قلنا إنه نجني نترزق آخر ينتخلق آخر ينترزق آخر ودليل ثابت كذلك حديث لي عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني إنسان الإنسان يعني جنين أكونسك جنارة أكونسك نطفة أكونسك جن أخدم بي إما كون سودم بي رحم نيجان رخل وانونسك الله سبحانه وتعالى ملك إن شاء أقديبه ملائكة إن شاء أقديبه ما سجس عن عاد كتبنا كقوله ني رزق دي ني أجل دي ني عمل دي كده وراء أخرون سعيد ما أخره أما شقى أخره ني ناو كتب سقديبه دليل قريهم بقديبه ني ناو دليل يعني وهابني أكدنا جار رزقتنا هم بقديبه سان عادين دليل أقلم وكذلك الله سبحانه وتعالى رزقنا لأن لا نعيش إلا على طعام يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا برضو دليل بك ين نبرنقت من برتنا قرسني يعني جي انقت او انقت من برتنا قرسنا لي لذلك الله سبحانه وتعالى قال سكنا كذلك وهبيق ان رزق زيادة عقل ذن سبب دخول لقنا سمعي ذا سبب دونا يعني ان قدر واسدر ان قرآن ان ترون ان حديث ان ترون ان جالد انتو دليل نين قرآن قن قاطع قن ذلك كنيدن بي كمان عقل كهد قيتو بقرس رب قرس روك سرعة موك ناوى الله سبحانه وتعالى يا قرآن لي أفرأيتم ما تحرثون يعني نحرث زراعة قدنا فدنا إن فدنا نيما لنو إن قدنا ينسنو الله سبحانه وتعالى في شكل سؤال نعسى كله ما قلنا ين أنت بهنو لبكاز قمدون ما قالنا يكون الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون هنا آياتين الله سبحانه وتعالى بينك وقلنا إن أرنفستو مالستو بريل مقاو ما رأكون ترو من إذا بتأنسو ما بقرسو ما قيستو كذلك أن أقول جار أوت عسل لدنا عصو أبط لدو جحدنا أتقاتل فدناو نعقنين وقام دخون لهم وان عصو كون لهم أوت لد وهاب يقام أكون نين ناو دليل إن الله سبحانه وتعالى نجينا رازق نجينا خالق نجينا رازق وده نيدن بي ساكت بلا منين الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا نابي ولم يتركنا هملا الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل لنا إلينا رسلا وهو بنسبة دنوغن ساكة بلا منينا ورشع عنه دليل نيد أرنا خبو نيد وري قرآن لد أخو
واسنو له سمع دليل سمع اكن ور الدليل عقلي اخو واقع لهم باق ما قالس تخر واسس تخر شيء واضح اخو يعني فرقنا خبو وكذا هنا ينت مرحق ينت وجهق سنعتم باق اكن نين نالك اكدر اكدونا ايات من الله عز وجل دليل هم بق ان الله سبحانه وتعالى خلق هرنا رزق هرنا ان دويت بلا منينا رسول دي انبياء دي انشقوه قلنا الله سبحانه وتعالى يق دليل سمع ونيد واسنا قران الذي يعني افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو يعني الله سبحانه وتعالى يعني ورتك كونكم بس ساكت منابه خلقوننا يعني وعب ما ين اخلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لا وانترنو جايين جارلي يارجين تخلقوننا حكمه تخلقوننا قايه تخلقوننا صنعت مؤكد تخلقوننا دروس تخلقونا ورنا جني متى خلقوننا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله خلقهن كود رزقهن كود ألزام سيغ ديبنا ساقت خلق ليكم أن تبهيكن نكو الله سبحانه وتعالى الدليل ند دليل ينغر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله سبحانه وتعالى إن بني آدم سي خلقه له قاكر جاكر ما تعست كر يعني حتى أن بهايم دكا حيوانات دوك الدار سخر لنا ينا سنة قاتير جاتير ما تعز تثير الدنيا الأخارة تير بجاقة تير شغوش تثير حساسة تير نين ناوك الله سبحانه وتعالى ساكت خلق لنا يعني الله سبحانه وتعالى الناس ناس تيخو قلنا حساب رمبك وانترنو دي بقون كمان يعني نقن خلق أخونا نقن رزق أخونا نقن كذلك إن أنبياء سنشاء أخونا من إذن بك ساكت بلا من هنا إن الله سبحانه وتعالى يكون ننكوخ أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا قال الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله سبحانه وتعالى إن جابر قوتك ودأ أممسي ناتك أنبياء إن شاء أخذي ومينتر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إن الله سبحانه وتعالى إن شقه قلنا أنبياء إن أمم ينجابر قوسنا نال إن شقسنك إن النبي إن شقه قلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نهيسي نسي أفوسان عسنا بجار الله سبحانه وتعالى وعدد خلو مقلنا علماء فسرنا كلهم قلنا ينغنان قابن يخون ديبان الله سبحانه وتعالى خلقهن الله سبحانه وتعالى رزقهن نيدا بكل ساكت بلا منينا وانقردونا قن وهابني وليل القسن خون لأنني رزق دي إنني خلق دي إنني أنبياء إن شقاو ديبان وهابنا الطبيعة نخون لهم نيرجار وانقردونا قن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله يتقبل منا ومنكم جارك ربني إن شاء الله.